ترى كل كلامنا صح, صح يعني صح صح 100%. عثمان حبك ابو مال. يا مرحبا فيك. شكرا عثمان. لا تقول شكرا يا طيب. لا لا بالعكس يعني وجهه نظر عبد الله ان احنا هذا الشيء نستحس فينا داخليا. يجيك مثلا اخوك ولا قريب لك ويقول لك شكرا على شيء انت سويته, يعني تحس ان كلمه شكرا هذه عابر بينكم. لكن نفس الشيء الشخص الثاني اللي محصل المعروف, انا اشوف وجهه نظري انا سواء الشخص يعني قريب ولا بعيد اللي يسوي لي شيء ودي اني اشكره, فعادي يمكن تجي عابر شكرا. انزين فمثل ما اقول يعني مو غلط انك تشكر الشخص, ومو غلط انك يا طويل العمر انك تاخذها بصدر الرحب. صح اكيد 100%. طيب انا بسال فيصل وبعدين برجع لاحمد. يا زير يا اخي شوف احمد يفزع لي بصوت منخفض يقول لي احمد عشان ما نحرج. شكرا لاحمد.